بين عمي؟ ليش عمي نايم بأرض ديار وأوعي كمان؟ شو بيعرفني؟ بيكون مقروم شي شغلة. يعني لو كنا ساكنين لحالنا أنا وياك كنا نمنا بأرض ديار وما حدا خنقنا بهيك أوضة اللي مثل القبر. الله يسامحك للطوف، هلأ أوضتك مثل القبر؟ ايه مثل القبر، ايه ما عم بقدر آخذ راحتي فيها لا بالنوم ولا بالقعدة، وما عم بقدر اتفرح ابن عمي. ومين ماسكك؟ ما تاخدي راحتي؟ شلون بدي آخذ راحتي وأخوك ساكن معنا بالبيت؟ ايه والله ابن عمي ما عم بقدر افتح الجلالة لخوفي يشوفني بالقرعة، بقى شلون بدي البس لك الأواعي اللي فصلتهم من شانك ابن عمي؟ ايه ما صار شي للطوف، كل ليلة البسي لي روب من تبعاتي مشان اشوفهم شلون بيطلعوا عليكي. تخجلني ابن عمي، هي دخيله الخجلان من ابن عمه انا.